انا بيتر. فيديو النهارده انا هتكلم عن موبايل اتطلب مني كتير جدا، هو انفينكس 05. شكرا جدا على التفاعل اللي جه على فيديو الميت 10 لايت. انا ما كنتش متخيل الناس هتدخل تدعمني بالطريقه دي، انا كنت متخيل الناس هتدخل تقول لي ازاي انت بتتكلم كده، ده موبايل حلو جدا، ده فيه حاجات كويسه. ولكن انا قلت فعلا ان هو كويس، بس كان عندي اعتراض في نقطه السعر بس، وطالما النقطه دي مش موجوده خلاص انا ما عنديش اعتراض مع الموبايل. وحاليا فعلا الموبايل سعره عمال ينزل شويه شويه، فانا راضي جدا عن الموبايل. فشكرا انكم فهمتوا النقطه دي، وان الناس اتفرجت على الفيديو من البدايه للنهايه علشان انا قلت رايي في الموبايل في النهايه، بالاضافه للناس اللي كتبت كومنتات واللي عملت لايكس. الحاجات دي فعلا بتفرحني جدا، فشكرا لكم كلكم. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. فانا كنت مستني الاعلان الرسمي عن انفينكس 05 واللي حصل امبارح عشان اعرف سعر الموبايل واطلع اقول رايي فيه كويس. الناس المحتاره ما بين 05 وال 04 بلس هعمل مقارنه صغيره بينهم في اخر الفيديو. معروف ان سلسله زيرو انفينكس بتركز فيه على جزء الكاميرا والتصوير، فهبتدي كلامي بيه. 05 بيجي بكاميرا اساسيه مكونه من اثنين، وهو اول موبايل من انفينكس يجي بسيت اب دول كاميرا، واحده بدقه 12 ميجا بكسل وايد انجل بزاويه واسعه وفتحه عدسه f2.0، وواحده ثاني بقوه 13 ميجا بكسل تيلي فوتو وفتحه عدسه f2.6، ودي بعد بؤري مختلف شويه علشان تقدر تعمل 2x اوبتيكال زوم من غير ما تخسر اي كواليتي في الصوره، يعني هتعمل زوم للضعف من غير ما الكواليتي تقل، بالاضافه ل 10x ديجيتال زوم، ده الزوم الرقمي اللي موجود في اي موبايل ولما بتستخدمه بيقلل الكواليتي بتاع الصوره علشان فتحه العدسه تقل. مكتوب على الموقع الرسمي لانفينكس ان كل كاميرا فيهم مكونه من اكتر من طبقه من العدسات، واحده 6 عدسات وواحده 5 عدسات، وطبعا ده عشان يحسن الكواليتي ويقلل النويز في الصور. طبعا زي ما اتعودنا سيت اب دول كاميرا بيسمح لك انك تاخد صور في وضع البورتري مود، واللي فيه الكاميرا بتركز على الشخص اللي انت بتصوره او الشيء اللي انت بتصوره، بتعزل الباك جراوند اللي وراه تماما. وجات الصور اللي طالعه من الكاميرا بناء على الريفيوهات اللي انا اتفرجت عليها مش احسن حاجه ومش ابشع حاجه، فهي صور كويسه جدا في الاضاءه العاليه، ولكن كل ما الاضاءه تقل كل ما يبتدي يظهر نويز في الصور. وللاسف هي ما فيهاش مثبت بصري او اس، واللي كان هيفرق جدا في جوده الصور والفيديو. فزي ما قلت هي مش افضل كاميرا على الاطلاق، ولكن صورها كويسه. بالنسبه للكاميرا الاماميه هي بقوه 16 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.0 جنبها فلاش، فتوقع صور سيلفي كويسه جدا وفيها تفاصيل كتير، وبتصور فيديو بدقه 1080p. نرجع بقى للتصميم. التصميم اتعودنا عليه ما اختلفش كتير عن بقيه موبايلات انفينكس، وهو شكله شيك بصراحه. ظهر المعدني بالكامل والزجاج من قدام والحواف الكبيره اللي فوق وتحت الشاشه اللي هتاخد بالك منها جدا عشان هي كبيره فعلا. انا شايفه تصميم كويس، ولكن موضوع التصميم ده بيبقى نسبي، بيختلف من واحد للتاني. الزيرو 5 بيجي بشاشه كبيره 5.98 انش اللي هي تعتبرها 6 انش، ومن نوع اي بي اس ال سي دي، وبدقه وضوح 4 اتش دي، شاشه كويسه جدا. وعامه شركه انفينكس بتستخدم شاشات كويسه جدا من حيث درجه السطوع وتشبع الالوان، والشاشه كمان محميه بطبعه حمايه كورنينج جوريلا كلاس 3 من نوع 2.5 دي. نروح بقى للجزء المسؤول عن الاداء. الزيرو 5 بيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 25، هو ميديا تك برضه، لكن ده معالج قوي وبتردد اعلى، اربع انويه بتردد 2.6 جيجا هرتز واربع انويه تانيين بتردد 1.6 جيجا هرتز، ودقه تصنيع 16 نانو متر، دي دقه صغيره جدا وافضل بكتير في استهلاك الطاقه، مع معالج رسومي مالي تي 880 ام بي 2 ومساحه تخزين 64 جيجا، وفي نسخه كمان باسم زيرو 5 برو ودي بتيجي بمساحه 128 جيجا، ده الفرق الوحيد بين النسخه العاديه والنسخه البرو، والنسختين بيجوا ب 6 جيجا رام، ايوه 6 جيجا زي ما سمعت، ومن نوع دي دي ار 4، فالهاردوير في الموبايل ده محترم جدا جدا جدا، واللي اتوقع منه اداء سريع جدا في فتح التطبيقات او الالعاب والتناول ما بينهم زي ما انت عاوز. طبعا الهاردوير محترم لازم ليه سوفت وير محترم، وال 05 بيجي باندرويد نوجا واصدار جديد من واجهه المستخدم اكس او اس 3، والانفينكس بتقول ان هي اختلفت تماما عن جميع الواجهات اللي قبلها، والمفروض دلوقتي بقت اخف واسرع، واللي اضافوا ليها بعض المميزات زي انك تتحكم في حجم الايكونز، عشان الاول كان حجمها كبير وكان شكلها مش لطيف بصراحه، او انك تاخد سوبر سكرين شوت، ودي بيدمج لك فيها اكتر من سكرين شوت او حاجه طويله جدا عايز تاخدها وتخليها في سكرين شوت واحد. كمان اضافوا الاب لوك في السوفت وير عشان تقدر تقفل بيه تطبيقات، او انك تعمل نسخه تاني من تطبيقات السوشيال ميديا وتفتح اكونتين في نفس الوقت، بالاضافه انك ممكن تصور شاشه الموبايل فيديو، فدي تحسينات كويسه جدا على الواجهه، واتمنى فعلا تكون اخف واسرع من الاول وتكون اكتر استقرارا. اخر حاجه البطاريه، طبعا انا مش محتاج اتكلم عشان انفينكس من الشركات اللي انا بحترمها جدا في النقطه دي. بطاريه 4350 ملي امبير تدعم الشحن السريع، فاقول ايه بعد اللي اتقال؟ 05 بيجي مدخل شحن تايب سي، وده معناه سرعه اكبر في نقل الداتا والشحن طبعا. وما تقلقش لو انت معاك شاحن قديم وحابب تستخدمه، بيجي في العلبه كونفرتر صغير تقدر تحول بيه من مايكرو اس بي لتايب سي وتستخدم الشحن القديم بتاعك. وكمان الموبايل بيدعم الاوتو جي، وايه كمان؟ الموبايل فيه فينجر برينت سنسور في ظهر الموبايل، واللي شغاله كويس وسريعه جدا كالعاده، طبعا بالاضافه انه بيدعم شريحتين وشبكات الجيل الرابع، وكمان في مدخل منفصل ميموري كارد اللي ما اعتقدش انك هتحتاجه اصلا. طيب بعد ده كله السعر كام؟ الموبايل تم الاعلان عنه بسعر 5500 جنيه. انا كده خلصت وفاضل رايي في الموبايل. بصراحه الموبايل كويس جدا وفعلا بيقدم لك قيمه مقابل كل
كل جنيه تدفعه في الموبايل ده. في نفس الوقت جامع بين مميزات كتير ودمجها في موبايل واحد، والموضوع ده صعب. شاشه كبيره للناس اللي بتحب تتفرج على افلام او تقرا على الموبايل، بطاريه تقعد معاك اليوم كله من غير ما تفكر انك تشحنها اصلا، وكمان فيها شحن سريع 6 جيجا رام، فهتفتح ابلكيشن زي ما انت عايز من غير ما تفكر تقفل ايه وما تقفلش ايه. وكمان اضاف لك ميزه موجوده في موبايلات بضعف السعر واكتر كمان، واللي هي دور كاميرا. صحيح مش بنفس الجوده ولكنها موجوده وشغاله كويس، فهي اضافه كويسه جدا. وفي نفس الوقت الشركه حافظت على سعر الموبايل انه ما يزيدش كتير قوي عن اخر موبايل نزل ليها، فدي حاجه كويسه جدا وفعلا صعبه مش سهله. بس انا عندي ملحوظه صغيره حابب اوضحها، واللي اظن هتكون راي ناس كتير برضو زيي. انا بصراحه كنت افضل ان الكاميرا الاساسيه تكون اقوى من كده، ما عنديش مانع تماما كمستخدم ان سعر الموبايل يكون اكتر من كده طالما بيقدم لي قيمه مقابل السعر ده. وكنت افضل ان اشوف كاميرا واحده قويه عن اني اشوف كاميرتين بس بقوه متوسطه. دي وجهه نظر شخصيه بصراحه وحبيت اقولها، لكن في النهايه حقيقي الموبايل ممتاز جدا. نيجي بقى للناس المحتاره ما بين الزيرو 5 والزيرو 4 بلس، خاصه ان فرق السعر ما بينهم حوالي 500 جنيه. تعالوا نعمل مقارنه سريعه نوضح فيها الاختلافات، ولكن عشان ما اكررش مواصفات الزيرو 5 تاني، فهيطلع دلوقتي قدامك شاشه هيبقى ظاهر فيها مواصفات الزيرو 4 بلس ومواصفات الزيرو 5، وانا هقول بس مواصفات الزيرو 4 بلس واوضح نقاط الاختلاف ما بينهم. طبعا الموبايلين بيجوا بتصميم معدني بالكامل، وين اختلفوا في الشكل، والاثنين شكلهم كويس، موبايلين فيهم نفس الشاشه بنفس الحجم ونفس النوع ونفس الدقه، كمان نفس طبقه الحمايه الموجوده على الموبايل. نيجي بقى للنقط المختلفه. الزيرو 4 بلس بيجي بمعالج هيليو اكس 20 او شاري انويه، وبدقه تصنيع 28 نانو مع معالج رسومي مالي تي 880 ام بي 4. طبعا المعالج ده مش ضعيف تماما، فالاداء على الموبايلين هيكون ممتاز جدا، والمعالجين موفرين في استهلاك البطاريه، وان كان في افضليه لمعالج الزيرو 5 علشان بدقه تصنيع اصغر، ودي افضل في استهلاك الطاقه. مساحه التخزين في الزيرو 4 بلس 64 جيجا و4 جيجا رام من نوع دي دي ار 3. طبعا الزيرو 5 يتفوق برام اكبر واحدث. الكاميرا الاساسيه في الزيرو 4 بلس بقوه 20 ميجا بكسل وفتحه العدسه اف 2.0، وفيها مثبت بصري او اي اس مع ليزر اوتو فوكس، وكاميرا اماميه بقوه 13 ميجا بكسل مع فتحه العدسه اف 2.2، وجنبها فلاش وبتصور فيديو بدقه 720 بي. فالزيرو 4 بلس من رايي يتفوق في الكاميرا الاساسيه في نقطه الفيديو علشان المثبت البصري اللي مش موجود في الزيرو 5، لكن الزيرو 5 يتفوق في الكاميرا الاماميه على الزيرو 4 بلس. البطاريه في الزيرو 4 بلس 4000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع، وادائها ممتاز جدا جدا، ولكن بطاريه الزيرو 5 اقل. نظام التشغيل على الانفينكس زيرو 4 بلس اندرويد مارش بتحدثه لاندرويد نوجا، ولكن ما حدش يعرف هيتحدث اندرويد اوريو ولا لا، ولكن الزيرو 5 بيجي باندرويد نوجا واكيد هيتحدث لاندرويد اوريو، فدي نقطه بتفرق مع بعض الناس. الزيرو 4 بلس ما فيهوش مدخل منفصل للذاكره الخارجيه، ولو هتستخدم ميموري كارد هتستغنى عن الشريحه الثانيه، ولكن الزيرو 5 في مدخل منفصل للذاكره الخارجيه، فهتستخدم الشريحتين وميموري كارد في نفس الوقت، ودي نقطه تتحسب له حتى ان كانت مساحه التخزين على الموبايلين كبيره. الموبايلين بيدعموا الاوتو جي، الاثنين فيهم نوتيفيكيشن ال اي دي اللي هي لمبه الاشعارات، وانا عارف ان الموضوع ده بيفرق جدا في قرارك سواء تشتري موبايل او لا، وبيفرق معانا كمان. واخيرا سعر الزيرو 4 بلس حاليا 5000 جنيه، ففي النهايه سواء هتشتري الزيرو 4 بلس او الزيرو 5 الموبايلين كويسين جدا جدا، ولكن مع بعض الامتيازات للزيرو 5 علشان هو الاحدث طبعا، بالاضافه ان سعره ممتاز جدا على امكانياته. فهسيب لكم تحت الفيديو في الديسكربشن لينك العرض على كل موبايل بارخص سعر على موقع سودوت.com لو حابين تشتروا اي موبايل منه، ويا ريت لو تستخدموا اللينكات دي علشان هتدعموني جدا. شكرا انكم شفتوا الفيديو واتمنى يكون عجبكم، ولو انت اول مره تشوفني هتدعمني جدا لو عملت لي سبسكرايب وتساعدني اوصل ل 5000 سبسكرايبر قبل نهايه 2017. اشوفكم على خير الفيديو ده. سلام.